تابعين حلقتنا ومرحب بضيفتنا لليوم لارا داوود مديرة مشروع أسبوع لبنان في مسقط. صباح الخير لارا، وأهلا وسهلا فيك معنا بستوديو أخبار الصباح. ب 23 تشرين الأول راح تستقبل مسقط العاصمة العمانية معرض خاص بلبنان، وأكيد هدفه هو دعم التجارة والصناعة والزراعة اللبنانية، ويمكن هدف انه ينتشروا اكثر ويصير في فرص استثمار جديده للبنانيين بمسقط. اسبوع لبنان بمسقط هو معرض لاتحاد الغرف اللبنانيه برئاسه الاستاذ محمد شقير بالتعاون مع غرفه التجاره والصناعه بمسقط، وهو كان نتيجه لقاءات وزيارات ووفود متبادله بين وفد عماني اجى على لبنان بشهر اذار الماضي، تبعه وفد اقتصادي لبناني برئاسه الاستاذ محمد شقير على مسقط، ليشوفوا على الارض الواقع شو الفرص الاستثمار المتاحه للشعب اللبناني. هالزيارات المتبادله والمتابعه الجديه على ارض الواقع، وان كان كمان اتفاقات وتفاهمات اللي صارت، كان من خلالها او من ضمنها قيام معرض للمنتجات والخدمات اللبنانيه على ارض السلطنه. اوكي، خلينا نقول هيدا المشروع سبقه مشروع قبل كمان، لبنان اسبوع لبنان بجدة، في جده وهلا في مسقط. شو عم بيعطينا على ارض الواقع؟ مين المستفيد من هالمشروع؟ المستفيد هو الشركات اللبنانيه. وكيف عم نفتح اسواق جديده؟ يعني غرفه التجاره هدفها تفتح اسواق جديده للبنانيين بظل الظروف الاقتصاديه الصعبه اللي بيمر فيها البلد، ان كان باسبوع لبنان بجده او اسبوع لبنان بمسقط. هو منه مشروع تجاري، هو اكثر فرصه منصه يمكن exactly لا يعرضوا الشركات المتوسطة أو الشركات الصغيرة منتجات وطريقة لتسويق منتجات خارج لبنان. طب لارا، كمان في شركات لبنانية وفي كتير أشخاص لبنانية هن عايشين بعمان وبيشتغلوا هنيك، قد ايه تواصلتوا معهم كمان هن يكونوا موجودين معكم خلال هال نحن عم هي رح يكون فيها يعني غير شركات أكثر من 200 شركة لبنانية مشاركة، إن كان بلبنان أو إن كان بالشركات اللبنانية بمسقط اللي إلها أوريدي موجودة بمسقط. المعرض عم يضم معرض للمنتجات والخدمات اللبنانية من مختلف القطاعات، يعني خلينا نقول انه الشركات اللبنانية هي المستفيدة اكثر من هذا الاسبوع من مختلف القطاعات. عندنا قطاعات الصناعات الغذائية والزراعية، عندنا قطاعات صناعة الأدوية، عندنا بافيون خاص للجناح الطبي، قطاع للجناح العقاري المصرفي، الفرنشايز جمعية الفرنشايز، عندنا جناح للألبسة المفروشة. ما في يعني موضوع معين، هو معرض شامل اكثر انواع التجارة ما كان يقدر يستفيد منها التاجر اللبناني. بعد اكيد الاماكن متوفره لكل شركات، شو المطلوب اكثر؟ يعني مثلا عم تقدروا تعرفوا من مسقط هن شو بيطلبوا؟ هو لكل يعني مختلف القطاعات مفتوحه لكل المجالات، بس اي تجاره اي نوع من التجاره رح تكون متبادله اكثر بين بلدين. برايي هي سوق مسقط بلد واعد، هي سوق خام يعني بحاجه لكل الصناعات اكزاكتلي بحاجه لكل الصناعات مختلف الخدمات، حتى يعني في مشاريع استثمارات كثير كبيره، مراكز تجاريه كثير كبيره عم بتصير هلا بمسقط، وكسياحه لانه معروفه السياحيه، سو بيقدر يستفيد منها اللبناني من يعني الصناعات الغذائيه تصديرها على مسقط، شركات الكونتراكتينج، الفرنشايز، كل يمكن الخدمات الفندقيه، هون عم نحكي مطاعم وهيك لانه في كثير مطاعم لبنانيه عم تنتشر، في عندنا شركات كثير ارض خاصه هي بتشكل هونيك لا تبيع الفرنشايز تبعولها، او ان كان شركات كونسلتنج يعني حتى عم نركز على الاي تي على التكنولوجيا، انه كمان لانه كمان بنقدر نصدر هالخدمات مش بس صناعات، كمان خدمات لبنانيه والتكنولوجيا. لارا، انتم توجهتوا للشركات والمؤسسات اللبنانيه الصغيره والكبيره، وجهتوا لهم دعوات يمكن خاصه الافراد او تنقول الشركات اللي بعدها ستارت اب يمكن هي عندنا مختلف الشركات، حتى في عندنا شركات كثير كبيره مشاركه معنا لانه شافت انه في فرص كثير كبيره ب مسقط. هلا غرفه التجاره عم تقدم دعم تمويل تسهيلات اكزاكتلي للشركات اللبنانيه الصغيره المتوسطه الحجم، كمان في دعم من غرفه مسقط من خلال التسهيلات التراخيص اللي عم تقدم، الاعفاءات الضريبيه. بس فسري لي قبل، شو يعني غرفه التجاره عم تقدم تسهيلات؟ اي نوع من التسهيلات؟ يعني مثل دعم مالي للشركات اللي ما بتقدر تشارك بمعارض كبيره لتسوق منتجاتها، عم يكون في دعم معين نسبه معينه. لا قصدك يعني شو المشاركه بهيدا المعرض يلي مشاركه ولا مش مشاركه؟
للي بدها تشارك يعني أوكي. في حال ما عندها بادجت تقدر تغطي تكاليفها عم نقدم لها تسهيلات. هلا متى تم هالاسبوع؟ شو رح بتكون الخطوات اللاحقه؟ يعني رح بيكون في عقود؟ مزبوط. خلال المعرض رح يكون في ملتقى اقتصادي لبناني عماني، رح يكون في يعني نوع من تسويق للبنان بالاضافه ل عرض اهم المشاريع والاستثمارات اللي حتصير بمسقط اللي من خلالها بيقدر اللبناني يقدم خدماته ويستفيد منها. كمان رح يكون في لقاءات عمل ثنائيه بين رجال اعمال لبنانيين عمانيين، يعني هيك بتكون انتراكشن بيناتهم. اكزاكتلي بين يعني نحن مش الهدف انه نحن نعمل معرض تجاري، الهدف اكثر يصير بعدين فتح اسواق تفتح الشركات بسلطنه عمان. نعم نحن عم نشوف مجرد يمكن من اللقاء يلي قبل تم هذا اللي صار وفد لبناني مزبوط وفد الاقتصاد اللبناني برئاسه الاستاذ محمد شقير اللي طلع على مسقط. كمان السفير اللبناني حسام ديام بدي ذكر عن جد بدي شير للدعم كمان من السفاره اللبنانيه بسلطنه عمان. في تواصل مستمر تنسيق دائم بين السفير حسام دياب وبين يمكن غرفه مسقط او نحن كشركه منظمه لانجاح هيدا المعرض. نعم. نعم خلينا نرجع نذكر لارا انه بعد المجال مفتوح امام الشركاء من هلا لتشرين الاول، بعد في وقت وعندهم وقت يقدروا يحجزوا لهم مكان بهيدا الاسبوع. كيف صار الوقت شوي يعني لازم من هون لاخر اب هو دائما مفتوح بس لانه الاماكن صار تقريبا محجوزه. بس كيف بيحكوكم؟ مع مين بيتواصلوا؟ بيتواصلوا معي دايركت على الرقم 03-287-837 لتزويدهم بكل تفاصيل الاشتراك. كمان نحن عاملين باكج مع عمان اير، عمان اير هو الناقل الرسمي لمعرضنا، عطينا باكج على التيكت الاوتيل وحتى على الشحن الجوي طبعاً. كمان بيقدروا يستفيدوا. وبركي المدريس بتصير تروح على عمان، المدريس ما بتروح دايركت على عمان، بتصير بركي بتشكل بوابه يمكن بتحفز. هلا بس بدي اذكر شغله كمان، نحن كلبنانيه ما بدنا فيزا على عمان، على سلطنه عمان، يعني بناخذ الفيزا على هيدا هيدي خطوه. لارا داوود مديره مشروع اسبوع لبنان في مسقط، نتمنى لكم التوفيق على امل تنفتح الابواب بين البلدين وكمان هيدي الخطوه يتبعها خطوات لاحقه بركي بغير بلاد. اهلا وسهلا فيك. ثانك يو. اهلا فيك. بريك ونرجع.